بر الأمان. مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعين تسمعوا في برنامج بر الأمان كل نهار أربعة من ساعتين لثلاثة على أمواج الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بكل المستمعين متاعنا، تنجموا تتواصلوا معنا على صفحة الفيسبوك بر الأمان بالعربية والبالفرنسية، كيف كيف على تويتر، وتنجموا زيادة تبعثونا رسالتكم الصوتية على الموزع الصوتي متاع البرنامج 99 326 325. الحصة هذه والحصة اللي بعدها مرتبطين ببعضهم وموضوعهم المهارات الذكية اللي معروفين بالإنجليزية soft skills، هالأشياء هذه اللي تخلي واحد يبرز في entretien d'embauche ولا تخليه يكسب الثقة في روحه باش يبدأ المشروع متاعه. نجم نسميوه ولا نسميوها دي جوردي مسؤول يعرف يتصرف، ثقة عنده القبول ولا مرتوب. هذم كيفاش نجمو نقدمو ونلخصو هالشيء الغير ملموس اللي هو اللي هما المهارات الذكية. في الجزء الأول والجزء الثاني باش نشوفو كيفاش الدولة التونسية تراهن على المهارات هذه باش تحل المشكلة متاع التشغيل ولو جزئيا. وفي الجزء الثاني إن شاء الله نهار الأربعاء الجاي باش نمشيو لمدرسة العلي من معتمدية سجنان في ولاية بنزرت، وين باش نرافقو فريق من جمعية إنكتوس HEC، جمعية هذه موجودة في معهد الدراسات التجارية العليا في كرتاج، ونشوفوا كيفاش مشروعهم الجمعياتي يساعدهم باش يكسبوا مهارات ذكية. بر الأمان. أما اليوم في الجزء الأول باش نسمعوا حوار قمنا به في فريق بر الأمان مع السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالمبادرة الخاصة السيدة لونيسي. من قبل ما نسمع الأسئلة اللي وجهوها لفان على الصفحة متاعنا، خلينا نكتشفوا البرنامج التحسيسي اللي قامت به كتابة الدولة هذه. بر الأمان. السؤال الأول، النجم في كلمتين شنو؟ النجم هي حملة تحسيسية باش تساند اليوم الشباب وتدفعهم لبعث مشاريعهم. احنا اليوم فما يعني عديد الاجراءات اللي هي موجوده في القانون التونسي، فما عديد المؤسسات اللي اليوم تنجم ترافق الشباب في بعث مشاريعهم، فما زاد كيف كيف يعني التمويل اللي هو موجود. وفي نفس الوقت احنا لقينا مشكله باش المعلومات هذيا توصل للفئه اللي احنا نستحقها. دونك الحملة هذه هي حملة تحسيسية، حملة اللي فيها اليوم كوميونيتي مانجمنت قوي برشا على الفيسبوك، والحمد لله يعني لأول مرة احنا كنا قادرين ان نلقاو ميزانية اليوم للتمشي هذه. وفيها كذلك منصة إعلامية اللي هي اسمها comment-entreprendre.tl اللي اليوم تنجم ترافق والجيد الشباب باش يعرفوا كيفاش يبعثوا المشاريع متاعهم، وقت كي يستحقوا التمويل لشكون يمشيوا، وللمرافقة كذلك يعني اكي سادريسي. وفي نفس الوقت فيها لي روتشو في الجهات. دونك احنا اخترنا 7 جهات نمشيو لهم، بدينا في سيدي بوزيد الجمعه اللي فاتت، وفي الجهات هذيك نمشيو ونحكيو مع الشباب ونقابلوهم، نقابلوهم في المراكز الثقافيه نتاعنا، في المؤسسات التعليميه نتاعنا. مثلا في سيدي بوزيد مشينا لليزات، مشينا للمركب الثقافي نتاع 17 ديسمبر، وبعد مشينا كذلك للاصلاحيه، على خاطر احنا نعتبروا اليوم انه الحمله هذه لازمها تمس الشباب الكل، لازمها تمس الفئات الكل، لازمها تمس الشباب المتكونين الغير متكونين، الناجحين في قرايتهم، اللي عندهم اكثر صعوبات. المهم انه يكون فما بالحق اليوم اون انيشاتيف، يكون فما يعني بوادر اللي تخلي الشباب تخرج من العزله هذه وتخرج كذلك من الرؤيه الكلاسيكيه نتاع نقرا فورسيمون انا مش نلقى خدمه في كموظف في المؤسسات العموميه. النمط هذايا قاعد يعني بتيت ابتي بالحق يديسباغي في تونس. وفي نفس الوقت فما مجال كبير انه نحققوا احنا جيل جديد من الباعثين في تونس، ونسحقوا قطاع خاص اللي هو باش يكون اقوى، اللي هو باش يكون انجع، اللي هو اليوم باش يقدم يعني
الإضافة من ناحية النمو الاقتصادي اللي نسحقوها في تونس، وإحنا نعتبر أنه يلزم يكون فما حملة ويلزمنا إحنا نخرج من البروات متاعنا ونمشي يعني مباشرة للشباب. النجم فيها جزء تكويني حسب ما شفنا، تحكي برشا على المهارات الذكية إذا كان نسميوها the soft skills. شنو ما هالحاجات اللي صعيب باش نجسموهم ولا نجسدوهم؟ احنا اليوم نعتبره انه التكوين الكلاسيكي انه انسان يكون عنده ان ديبلوم، مش معناتها اوتوماتيكمون هو شخص عنده القدره اليوم انه يخدم خدمه معينه او يبعث مشروع. وفي نفس الوقت فما تقييم نتاع المنظومه التعليميه نتاعنا ككل، اللي هي يعني الى حد الان قاعده تكون في اتجاه واحد، اللي هو الاتجاه نتاع الموظفين والاتجاه نتاع الناس اللي هم عندهم قدره كبيره باش يكونوا اداريين. وفي نفس الوقت احنا فما حاجه اليوم، فما حاجه انه نخلقوا ان ديناميك وكذلك يكون عندنا سوق شغل متنوع. دونك احنا كي نعملوا التقييم هذاك نقيموا اليوم قيمه الموارد البشريه في تونس، نلقاو انه فما نقص كبير في المهارات نوتامون لي سوفت سكيلز، نلقاو نقص كبير في تعليم اللغات. وشنو هذوما هالمهارات مثلا؟ انه انسان يكون قادر انه يخدم في وسط فريق، انه انسان يكون قادر انه يعرف كيفاش يعبر، ان انسان يكون قادر كذلك انه بالحق يجيب اضافه الى فريق عمل معين، انه يعرف كيفاش يتعامل مع الناس، يعرف كيفاش يتعامل كذلك هو كيفاش يقيم روحه، شنو ما لي بوين اللي يلزمه يطورهم. وفي نفس الوقت فما اليوم حاجه كبيره للتكوين في اللغات. احنا بلاد يعني عندنا ان بوتنسييل كبير برشا في كل ما يخص يعني التصدير وكيفاش احنا نجم نقويو مكاننا كتونس في المنطقه هذه وفي افريقيا ككل. وفي نفس الوقت لاحظنا انه فما عديد الفرص اللي هي قاعده تضيع علينا، على خاطر الناس ما هيش متكونه في الانجليزيه، على خاطر الناس ما هيش متكونه في الالمانيه، على خاطر حتى التعليم نتاعنا في اللغه الفرنسيه بشويه بشويه يعني كان ما نقولوش احنا قاعد يتحسن. يعطيك صحة. دونك فما حاجه كبيره برشا للشيء هذا. وفي نفس الوقت احنا اليوم فما عديد المهارات من ناحيه لا كومبيتونس ديجيتال اللي احنا كدولة اليوم يلزمنا نقدموها ويلزمنا نخليو الشباب اللي هم يحبوا يتكونوا في المجال هذا يلقاو الفرص. علاش نعملوا احنا في اتفاقيات مع مايكروسوفت ونعملوا في اتفاقيات مع اي بي ام باش نكونوا احنا قادرين ان نوفروا الفرص هذه في مكاتب التشغيل وفضاءات المبادرة. الايام التدريبية اللي توفروهم اللي عندهم افكار يحبوا يجسدوها ولا سوكي يزيد، كيفاش تنقل الشيء اللي انت قلت عليه اذا كان هو برنامج يعني 250 مليون دينار جزء كبير منه صندوق ماشي فصل 11 ميزانيه، صلحني اذا كان غلط، جزء منه ماشي للحمله التوعويه اللي كيف ما قلت انت حمله كبيره برشا وحمله زاده وطنيه في نشوفها في الشوارع. شنو يقعد للتدريب والسوفت سكيلز؟ الحمله التحسيسيه هذه باش نكونوا واضحين ما فماش حتى فرانك من 250 مليار اللي موجودين في ميزانية الدولة اللي هو كان متوفر لشيء هذا. حتى كان أنا اليوم طريقة شخصية ونتصور أنه جيل جديد كله يشاطرني في الرأي هذا، ما فما سياسات عمومية تمشي كان إذا الناس عندها علم عليها. ال 250 مليار هما باش يكونوا موفرين لدعم بعض المشاريع عبر التمويل الصغير. دونك احنا اليوم قررنا في اطار يعني العمل الحكومي وفي اطار كذلك توافق مع عديد الوزارات اللي هما عندهم تدخل مباشر في المجال هذا، انه جزء منهم باش يكون موفر لقطاع الفلاحي، جزء اخر باش يكون موفر لقطاع البيئي، جزء اخر للصناعه وكذلك للطاقه. دونك فما اليوم بوابنا احنا الميزانيه هذه عبر القطاعات وعبر كذلك خصوصيات الجهات. وفي كل ما يخص التكوين باش نرجع لك على مساله التكوين، احنا راهو الحمله هذه صحيح انه وقت كي نمشيو للجهات نقدموا دي فورماسيون في اطار اليوم اللي احنا يعني ننشطوا فيه. اما اهم من ذلك احنا فما خدمات اللي هي عندها ميزانيات اللي كل عام عندها تقريبا اكثر من 10 سنين. اليوم احنا قررنا انه نقويوا فيهم وقررنا كذلك نزيدوا اكثر من التكوين انه يكون فما المرافقه اللي هما موجودين اليوم في مكاتب التشغيل وموجودين في فضاءات المبادره. احنا
لحد الان عندنا 17 فضاء مبادره، ومن هنا اخر 2017 مبرمجين انه نكملوا يعني الخارطه نتاعنا على مستوى الجهات الكل، وشهر جاي يعني باش نحلوا فضاء مبادره نتاع تطاوين، بعدها باش نحلوا في مهديه، فما كذلك فضاء يعني مبادره نتاع ريان اللي قاعد يتقدم. دونك عندنا الخطه هذه. فضاء مبادره شنو هما فضاءات عموميه الشباب ينجموا يلقاو فيه التكوين. احنا التكوين هذايا فما فورماسيون كونتينيو تبدا موجوده الغادي اكثر، هما فما دي فورماسيون معروفين، مثلا التكوين في اللي يتسمى سيفي. سيفي هذايا سي كريي فوتر انتربريز اي كومون لا جيري، اللي هي تكوين يقعد 21 يوم. بعد ال 21 يوم هذا الشخص المواطن يعني ياخذ اون سيرتيفيكاسيون. السيرتيفيكاسيون هذيك تتسمى يعني ضمان ينجم هو يتقدم بها المؤسسات العموميه اللي تمولوا، مثلا البي تي اس، البي اف بي ام، عديد الصناديق الاخرى اللي هي قاعده كذلك يعني اليوم تتكون في تونس حسب القطاعات. في حوار هبط في جريده الصباح ممكن طلعت عليه سي الهمامي وزير التشغيل، قال تحدث على اشكاليات يعني اللي تتعرضوا لها المواطنين اللي مشاو للبنك التونسي للتضامن، واللي ما لقاوش التجاوب الايجابي والكافي، واللي قالوا البي تي اس قال لك ما ثماش مشاريع بها باس دو بروجي. دونك ان سيغتان مومون نحبوا نشجعوا، ان سيغتان مومون نقولوا لي بروجي ماهوش معمولين بالكدا، اي دونك دوكو تقعد كيف ما ثم تردد. اسكو فماش يعني الا ديجا بيردو سون سوفل، مازال كي بدات يعني بدات في 1 مارس الحمله نتاع النجم، اسكو ديجا الا بيردو سون سوفل، ولا كيفاش تفسر يعني التحليل والكلام اللي قالوا سي عماد الهمامي؟ هو راهو الحمله هذه هي حمله وطنيه، حمله يعني اللي ما تخصش البي تي اس برك، هي حمله الحقيقه اليوم الموارد اللي موجوده والاعتمادات الماليه اللي موجوده وفرص التمويل اللي موجوده موجوده في الجمعيات التنمويه، موجوده في الزي ام اف، موجوده دون دي فون دافستيسمون. دونك احنا ما البي تي اس ماهوش لونيك الا فاعل ما بين العديد، هو فاعل عمومي، فاعل عنده توا تقريب 20 سنة موجود في تونس، ساهم في تمويل جيل الأول يعني من هو والبي اف بي ام والفوبرودي والفونابخا، هذوما هما الصناديق العمومية اللي ساهمت في وجود قطاع خاص في تونس. وهذايا وقت كي فما مؤسسات عمومية كي فونكسيون حسب خصوصية الجهات وحسب كذلك يعني التحديات الاقتصاديه اللي موجوده قدامنا، سا دوني دي ريزولتا بوندون اون بون بيريود. اما اليوم الاشكاليه اللي هي البيروقراطيه اللي يعني زايده شويه، ما هيش خاصه بالبي تي اس برك، يعني موجوده في عديد المؤسسات العموميه. البي تي اس عندها توا تقريب يعني من بعد الثوره صحيح تعاني من عجز كبير في قدرتها اللي تجاوب الطلبات، وفي قدرتها كذلك أن تتعامل بطريقة إيجابية مع طلبات التمويل. فما حاجتي أنا باش ما نلومش كان على البي تي اس وباش نكونوا زادة كيف كونستركتيف، من ناحية فما تكوين ناقص برشا. دونك فما تكوين نتاع الباعثين يعني فما برشا ناس اليوم بالحق، وإحنا هاو الملفات اللي تشوف فيهم هذوما كلهم تقريبا يعني طلبات نتاع انه نساندوا ناس في المشاريع نتاعهم. فما يعني احنا عندنا ريسبونسابيلتي اليوم كدوله انه نكونوا الناس ونوعيهم باش هما يكونوا قادرين انهم اليوم يعملوا مخطط اعمال اللي هو زاده كيف يعني عنده يعطيك صحه وعنده قدره نتاع بزنس بلان بالضبط، ويكون قادر انه يعيش بعد عام، ويكون عنده المرافقه اللازمه، ويكون قادر انه يشغل زاده كيف. هذه من ناحيه، ومن ناحيه اخرى فما اليوم une difficulté اللي هي قدامنا، اللي كيفاش يكون فما توافق تام ما بين المرحله نتاع التكوين والمرحله نتاع التمويل. يعني ا partir du moment انسان دخل dans un processus نتاع تكوين وكان هو قادر انه دون بار يكتسب المهارات اللي ناقصته d'un point de vue de management, d'un point de vue de gestion du budget، كيفاش يتعامل مع CNSS، كيفاش يتعامل مع القباده، كيفاش هو يعني المشروع نتاعو يكون في اطار قانوني، كيفاش يبعد على القطاع الغير المنظم، كيفاش يكون قادر انه يعني من ناحيه يخدم المهارات هذوما الكل، من المفروض شنو يصير له بعد ياخذ التمويل نتاعو من المفروض. دونك هذه هي احنا اليوم كي نقولوا كتابه الدوله دي ايش قاعده تعمل اليوم. التحدي الاساسي نتاعنا والوبجيكتيف نتاعنا سور لوكال احنا اون اتر جوجي يعني على فان نوتر موندا هو هذايا، كيفاش اليوم يكون فما بالحق ان بروسيسوس كامل ما بين التكوين ما بين التمويل وما بين المرافقه،
والمراقبة اللي هي نحبوها احنا تكون اكثر من عامين، على خاطر اليوم نسبة الاندثار نتاع المشاريع تقريبا الي دو 90% اللي هي نسبة كبيرة برشا، على خاطر المرحلة هذه نتاع المرافقة غير موجودة. فما تحسن راهو احنا اليوم يعني اللي نحبوا زاده كيف نخدموا عليه، انه كيفاش نطوروا الموارد البشريه اللي موجوده في الدوله التونسيه واللي موجوده في الادارات نتاعنا واللي موجوده في المؤسسات نتاعنا. اذا كان انا باعث مشروع باش نمشي للبي تي اس، شنو هي النقطه اللي كتبت الدوله المبادره الخاصه باش تطلبها من البي تي اس وباش تدافع عليها كتبت الدوله فيزافي من البنك التونسي للتضامن؟ انت كان عندك مشروع في عندك مشروع في جهه، احنا خصوصيات الجهه وسلاسل القيمه اللي موجوده في الجهه هذوك ما مضبوطين عندنا احنا. كان المشروع نتاعك انت موجود ويعني يتوافق مع سلاسل القيمه هذوما كي سون ديفيني بار وزاره التشغيل والتكوين المهني، كان في نفس الوقت انت قمت يعني بالتكوين في يعني اطار البرامج اللي موجوده في فضاءات المبادره نتاع الجهه نتاعك، زاد كان في نفس الوقت انت اليوم عندك مرافقه وعندك يعني قدره انك تعيش المشروع هذايا. احنا الضمان نتاعنا انه احنا كتبت الدوله وزاره أي. التشغيل أي. والتكوين المهني، اللي يعني نذكر انه لو فوند لامبلوا موجود عند البي تي اس، يعني دونك هذوما اليوم سو سون des ressources économiques, des ressources financières qui sont qui dépendent directement de notre ministère. Au final, c'est le وقت le 250 milliards هذوما اللي احنا يعني نعتبره اليوم كوزاره مضمونيه، كوزاره عندها قدره ان من ناحيه ايدنتيفي باش يمشيو كراس مال ولا ككريديات ولا ك هما فما عديد متنوعين. اي فما عديد البرامج، فما برامج اللي سي دو لابور دو فون بروبر، فما برامج اللي هما فما زاد كذلك التمويل الاسلامي اللي اليوم موجود يعني في البي تي اس. احنا بوغ نو لوبجيكتيف مره اخرى انه يكون فما ان بروسيسوس. وشنو عملنا احنا في سيدي بوزيد؟ لاول مره قلنا احنا كوننا في السي اف وعندنا ناس اليوم عندهم يعني مخطط أعمال، والناس هذه تكونت في إطار الحملة سكونا فيه، يعني في إطار كذلك توافق وحوار ما بين المؤسسات الدولة، والبي تي اس هي من مؤسسات الدولة، سي اون بانك كي ديبون ديريكتومون من وزارة المالية، مش من وزارتنا احنا، من وزارة المالية. اي دونك البي تي اس وفرت تمويل للمشاريع هذه والبروموسيون هذه اللي خرجت من فضاء مبادرة سيدي بوزيد. وفي المشاريع هذه شفنا كل شيء، شفنا المركز الثقافي الموسيقي الخاص، شفنا مشاريع صناعية، شفنا مشاريع كذلك فلاحية. دونك il y a de tout. بر الأمان. مرحبا بكم من جديد، تسمعوا في برنامج بر الأمان. كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من حصتنا اللي كنت تحدث فيه السيدة لونيسي على تقديم البرنامج التحسيسي برنامج النجم. تو باش نسمعوا أغنية لفريق أردني اسمه آخر زفير، والعنوان متاحة آخرته لحن حزين. خليكم تكتشفوا مع معنا. اصحى الساعة 6 المساء، اصحى ركز وصلني عالسبعة، تحكيش مع حد اطلع بالسيارة، وخدني بعيد انا عمان بعيد برا، وسوق فيا شوي شوي عاليمين، والعواميد عالشباك تتوالى، هذا الطريق اخرته لحن حزين، والسيجارة نستني. اصحى الساعة 6 المساء، اصحى ركز وصلني عالسبعة، تحكيش مع حد اطلع بالسيارة، وخذني بعيد عن عمان بعيد برا، وسوق فيها شوي شوي عاليمين، والعواميد عالشباك تتوالى، هذا الطريق آخرته لحن حزين، والسيجارة نستني ونستني وشالتني وحطتني وقلبتني من جوا لبرا، خلتني حزين أنا وياك إحنا الاثنين. سرعة
سكر عيونك واسمع الهوى وبهالسرعة ما غيرنا منتساوى طلعنا لهموم جواتنا فلت ايديك طيرنا عالسما والعداد عم يزيد السرعة انا حر مش مجبور عالطاعة والسيجارة نستني نستني ونستني نستني 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 شالتني وحطتني وقلبتني من جوا لا مرة أنا وياك شو أخذنا من هالدنيا اصحى ركز وصلني عالسبعة تحكيش مع حد اطلع بالسيارة خدني بعيد عن عمان بعيد برا وسق فيها شوي شوي عاليمين والعواميد عالشباك تتوالى هذا الطريق اخرته لحن حزين والسيجارة نستني نستني ونستني نستني 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 بر الأمان. في الحصة الثانية من موسمنا الأول مشينا لبنزرت وين قابلنا ضياء الفالحي اللي بعث مشروع ثقافي سينما الماجستيك السينما الوحيد في ولاية بنزرت. ضياء حكي لنا تجربته مع البي تي اس البنك التونسي للتضامن التجربة اللي عرضناها على السيدة لونيسي. نذكركم اللي تنجموا تتفاعلوا معنا على الموزع الصوتي متاع البرنامج 99-326-325 وإلا على صفحة الفيسبوك بر الأمان وبتباعة ثم زادة تويتر على ذمتكم تنجموا تبعثونا أراءكم انتقاداتكم واقتراحاتكم مرحبا بها الكل. وتوا نرجع للحوار. بر الأمان في تجربتنا احنا في بر الامان الحصه الثانيه ضياء الفالحي من بنزرت يجيب شي حلف فضاء الماجستيك لو سول سينما نتاع ولايه بنزرت مشي للبي تي اس برشا مرات طلب بيدجي نتاع 90 مليون يا اخي رفضوا له البروجي اونتر غيمي كيف ما قال هو ولد حلال نصحوا اطلب 29 مليون سي لو سي ماكسيمال اللي احنا نجم نوافقوا عليه في جهات ايفيكتيفمون طلب 29 مليون تحصل عليه هي البي تي اس نجم تمول حتى ل 150 مليون هذه التجربه واقعه مانيش في نقعد ان فيت جوستمون نغتنم الفرصه اللي انت موجوده معنا احنا الكروش هذا راهو فو بيان فير اتونسيون هو راهو الواقع نتاعنا ما كانش تضاع كتاب الدوله ما كانش تضاع استراتيجيه وطنيه لدفع المبادره الخاصه وما كانش يكون فما حوار ما بين المؤسسات العموميه وكيقول المؤسسات العموميه راهو واليوم يعني الهياكل المسانده من لابي للابيا للو ان تي تي في لانيتي في لاتي اف بي في البي تي يعني عديد اليوم وفي الصناديق كذلك وكيقولوا صناديق نحكيو زاد على لي سيكار دونك فما اليوم اون فولونتي دو كوردينياسيون اي دو كوهيرونس بور ايفيتي سو جور دو شوز على خاطر احنا كي نقولوا اليوم انه المشاريع الثقافيه سي اون بريوريتي خاطر كي نشوفوا مثلا في فرنسا اللي 7% من البي بي نتاع فرنسا جاي من لي زكتيفيتي كولتوريل احنا اليوم نشوفوا المؤسسات الثقافيه مثلا ناخذوا لاغورا اللي هي موجوده في المرسى اللي هي سي دي سي اللي هي مؤسسه عموميه زاد كذلك هي لا كاس دي ديبو دي كونسيني اللي هي l'un des investisseurs principaux نتاع l'Agora. L'Agora est une يعني expérience d'un point de vue économique et financier très
très très positif. احنا زيدا كيف كيف يا récemment عندنا توا تقريبا 3 اشهر مولنا ومش مولنا ساهمنا في تمويل مشروع ثقافي نتاع ان كونسيرفاتوار دو ميوزيك في الكيف. احنا on a pris des nouvelles récemment لاباس عليه يعني سا فونكسيون. دونك المشاريع الثقافيه اليوم في بلادنا مشاريع قاعده تعطي في نتائج على مستوى اقتصادي. باش تكون البي تي اس ريجيونال اللي موجوده في بنزرت زيدا كيف كيف متطلعه على الشيء هذايا وتعتبر انه سافي بارتي دي بريوريتي ناسيونال لازم يكون فما حوار. دونك الشاب هذايا احنا اون لافيت كورديالمون يعني انه يتصل بينا باش نشوفوا مع بعضنا المخطط هذايا ممكن يقص فيه حاجات ممكن لازم هو يتكون اكثر ممكن فما يعني احنا اليوم ضمانات نجموا مع بعضنا كدوله نجيبوهم نجموا نكون زاد في اطار عمل الجهه والسند اللي توفروا زاد ولايه بنزرت خاطر un cinéma c'est une affaire d'une région يعني hey. c'est quelque chose اللي هي va bénéficier à l'ensemble de la population et nous كون فما حوار يكون فما توافق وحنا ابوابنا مفتوحه لهذا. بالنسبه للتجارب يعني توا لينوميراسيون اللي عملتها انت التسميه نتاع المنظمات ما بين لانيتي بي اف بي ام البي تي اس ايتترا ثم العديد من المتدخلين من غير ما نسميو كيس دي ديبوي دي كونسيناسيون اللي ذكرتها زاد توا بالنسبه لفضاء لاكوره. الرؤية مضبة برشا بطبيعة بل من قبلوك دخلنا وطلعنا على سيت كومون انتربروندر حتى إذا كان يحط المراحل في حد ذاتهم وجود المراحل هذه الكل يعني لازم كي كان فلان باش يبعث شركة لازم يجيب معاه شكون ديريكتور فينانسي وادمينستراتيف باش يرافقه وجوستومون في المسألة هذه عندنا واحد تفاعل معنا من في الباج وحكي لنا التجربة نتاعو أنه هو بعث شركة في فرنسا وبعث شركة في تونس وقال انه الفونكسيون سوبور معناها الفونكسيون تاع الشيء اللي ما يهمش النشاط نتاعو مباشرة اما لازمو يعملو توسكي ضمان اجتماعي تريت ولا مالادي ولا تاكس اتسيتيرا. هو كي بعث شركته في فرنسا لقى بول امبلوا يعني بيرو الشغل اللي يرافقه في الشيء هذايا واكثر من هكا بيرو الشغل يضمن له ان سالير اللي نجم يقصلو اذا كان هو دخل مرابيح. اما في تونس ضاع يعني ضاع على خاطر ما بين CNSS القباضة البيرو دو كونترول المراحل لابي الجيشي يونيك اللي باش يتعدى فيه نهار وهو بالتجربة يعني ثلاثة جمعات لفيت انك انت تعمل لنا انوميراسيون كاملة هذه الكل يأكد انه معقدة وانه تخش عليه ما ثماش بريز دو كونسيونس نتاعك الديكنيك نتاع ممكن ثم برشا طرق يعني دي لابيرانت داخلين بعضهم شوية. احنا ما نكروش هذايا راهو احنا اليوم كي وضعنا استراتيجيه وطنيه النقطه الاولى نتاعها هي كيفاش نعصروا اليوم الاطار المؤسساتي وكيفاش يكون فما توافق ويكون فما ينغموني ويكون فما منصه واحده اللي هي اليوم تجمع المؤسسات هذه كلها. واحنا صحيح انه في تونس يعني صافي تقريبا توا عندنا 20 سنه كل ما عندنا حاجة معينة كل ما فما حاجيات في مجال معين نخلق مؤسسة. وإحنا اليوم وصلنا لـ 2017 نلقاو نقطة كي نقيموا الوضع هذية نلقاو روحنا عندنا برشا مؤسسات وصلاحياتها ما هيش ديما مضبوطة وكذلك العلاقة مع المؤسسات الأخرى اللي هي موجودة في نفس الفضاء ما هيش واضحة. دونك إحنا اليوم قلنا ما بين يعني الـ الأهداف الأساسية متاعنا أنه كيفاش يكون فما حقيقة اليوم هيكل موحد. الهيكل هذا ما يكونش هيكل فقط على مستوى إداري يكون هيكل كذلك على مستوى إعلامي أنه الناس تنجم اليوم تلقى المعلومة في بلاصة واحدة وتنجم تكون عندها قدرة أني تعرف أنه مؤسسة تمشي لها حسب حاجياتها. هذا فكرة المستقبل ولا واقع هذا اللي قاعدين نخدموا عليه اليوم يعني. أما النجم شنية الفضاء هذا فيزيك ما وين موجود احنا اليوم قاعدين هذا فضاء مبادرة فضائة مبادرة فما كذلك المابينج كون فا ميتر ان بلاس في نفس الوقت احنا قاعدين نسهلوا في الاجراءات كومون ايدنتيفي لي بارير هذوما ونحيو منهم وكذلك انه يكون فما سياسه جبائيه اللي هي اليوم البروفيت زاده او جون زونتربرونور. احنا اليوم كي نعملوا زاده كيف كيف التقييم تاع السياسه الجبائيه اللي موجوده في تونس نلقاو انه سا بروفيت بلوتو او غران اندستريال. دونك فما العمليات هذوما كلهم اللي هما موجودين في الاستراتيجيه الوطنيه نتاعنا اللي هي واضحه اللي هي استراتيجيه وطنيه كانت يعني الاتفاق عليها صار على مستوى رئاسه الحكومه. دونك سي ان دوكيومون كي انغاج لونسومبل دو غوفرنمون وفيه مخطط اعمال يعني كان واحد لاقي صعوبه في التجاوب نتاع المؤسسات هذيا هذه هي احنا زادا كيف كيف يعني واعيين انه لازمنا نحسنوا في الخدمات نتاعنا وكي نحسنوا في الخدمات نتاعنا سا باس نوتامون باغ ميتر الخدمات هذوما على مستوى يعني ديجيتال
احنا pour nous aujourd'hui faciliter les procédures, c'est-à-dire mettre en place des procédures qui sont d'ores et déjà des procédures sur internet. وحاجة أخرى المرافقة اللي موجودة يعني في مكاتب التشغيل واللي موجودة في فضاءات المبادرة احنا زادا قاعدين اليوم نشوفوا فيها وقاعدين اليوم زادا نشوفوا في باعثي مشاريع اللي هما قاعدين يشكروا في المؤسسات هذوما. دونك صحيح فما بعض الصعوبات اما احنا واعيين بها وهذوك هما سي سكي في بارتي اوجوردي نوتر بلان داكسيون دو نوتر ريزون ديكزيستي. انت توا ذكرت كيفاش تعدد المنظمات وكل مرة تجي مشكلة نعملوا منظمة. من الثورة سمعنا برشا برامج مثلا ثم منحة أمل من الأول من بعد جات فرصتي من بعد توجه النجم وتقوش عليهم يعني مع كل تحوير ولا مع كل هي النجم حملة اتصالية ما هيش برنامج راه مي جوستمون سي كامبان دافورماسيون يعني ماهيش سي سا كيفو كومبروند زيد راهي حمت النجم سي كامبان ناسيونال دافورماسيون ماهيش برنامج اللي فيها خدمات معينه. هما الخدمات هذوما حمله للتشجيع للمبادره الخاصه هذا هو الخدمات هذيا موجوده يعني انت اليوم كي تشوف كي تعمل انت تقييم تاع شنو موجود على مستوى المؤسسات العموميه في تونس تلقى عديد الخدمات اللي هما عندهم يعني ميزانيات. الاشكال الوحيد اليوم اللي عندنا احنا كهيكل عمومي كبوفوار بوبليك هي كيفاش نفعلوا الحاجات هذيا كيفاش الحاجات هذيا تخرج اليوم من البروات وتخرج اونيكمون من النصوص وتكون فيريتابلمون مفعله. هكا علاش احنا نعتبروا انه لازمك انت تخرج البرامج هذيا تمشي على مستوى جهات وبطريقه مباشره تحكي مع الناس وانت اليوم عندك فئه معينه اللي هي لافورماسيون تاعها كلها تقريبا 100% تكفيها على الفيسبوك وعلى لي ريزو سوسيو. دونك لازمك انت تمشي في الفضاءات اللي الناس موجوده فيها باش يكون فما يعني تعامل باش يكون فما زاده اعلام هذه من ناحيه. ونسيت عقد الكرامه زاد اي ما سي كومبليتوم ديفيرون ان فيت لا بوبولاسيون سيبل هي كومبليتوم ديفيرون يعني انت عقد الكرامه اليوم سي بور لي شومور دو لونغ دوري كي سون ديبلومي اللي عندهم اكثر من عامين بطاله اللي وعلاش عامين كهو ان فيت علاش من 2017 ل 2019 علاش مش اكثر لي سي في بي مثلا يدوم على مده طويله اما علاش عقد الكرامه البيدجي نتاعو جوست العامين. على خاطر اليوم التقييم اللي احنا نعملوا فيه هو القطاع الخاص يقول انا ما نشغلش على خاطر اغلبيه الناس انا نسحق ناس عندهم 2 à 3 ans d'expérience. كي انت توفر العامين هذوك ما الشخص هو بالنسبه لكم باش توفر فيه المؤهلات باش ينجموا يدخلوا يخدموا بالضبط. هذه الكوانسيدنس مع الانتخابات تاع 2019 بالعكس سي ان بو غازار هو راهو بالعكس ما نظنش انه يعني الكوانسيدنس نتاع 2000 يعني انت في 2019 باش تلقى روحك مع ناس العقود نتاعها وفات راهي دونك سي بلوتو لو كونترير سي محمد. دونك بالعكس احنا اليوم بور نو سيريوزمون ما غير يعني فادلك انه شخص يكون عنده تجربه مهنيه نتاع عامين وفي نفس الوقت عنده تكوين اشهادي وتكوين ملزم به يعني هو الشخص ديك قاعد زاد يتكون في نفس الوقت في اللغات في لي كومبيتونس ديجيتال وفي نفس الوقت اون سوفت سكيلز. الشخص هذاك باش يكون كومبليتوم ديفيرون من الشخص اللي دخل. يعني انا نتصور انا عامين التالي ليكسبيرونس بروفيسيونيل نتاعي كانت فرق كبير برشا على اليوم. نصور حتى انت كيف نصور كل انسان اليوم يدخل في مؤسسه بعد عامين يلقى روحه عنده يعني مؤهلات اخرى بسبب عديد الحاجات. ومن ناحيه اخرى برنامج فرصتي مثلا هو برنامج كيف كي سادريس ا اون اوتر بوبولاسيون دي جون ديبلومي مش دي شومور دو لونغ دوري دي جون ديبلومي اللي هما اليوم قاعدين يلوجوا على فرصه عمل. فرصه عمل هذه تنجم تكون دون دو سيكتور ديفيرون. يا اما يحبوا يبعثوا مشاريعهم دونك ديكو عندهم بروسيس اللي هو خاص بهم يا اما هما يحبوا يعني يزانتيغ القطاع الخاص او القطاع العام او المؤسسات العموميه دونك فما بروسيسوس اخر. شنو هي يعني شنو هو البرنامج هذا برنامج فرصتي؟ برنامج فرصتي هذا عنده ان دوبل اوبجيكتيف. من ناحيه يعاود يهيكل من اول وجديد العمل نتاع لانيتي والعمل نتاع مكاتب التشغيل والعمل والاهداف اليوم تاع عمل ان كونسيي دامبلوا اللي هو ني با اونيكمون شخص يعمل في الجوب ماتشينغ طريقة يعني ميكانيك اما يعني هو يقعد يلوج التطابق ما بين طلب الشغل والمقترح والمقترحات او لي زوفر اللي هما موجودين عنده. ومن ناحيه اخرى يكون هو شخص اليوم عنده جانب نتاع عمل اجتماعي نتاع توعيه نتاع زيد كيف يعني دي كومبيتونس دو ترافاي بسيكولوجيك. احنا زيد اغلبيه راهو لي كونسيي دامبلوا سون او دي ديبلومي اون بسيكولوجي ولا دي ناس اللي هما خارج التعليم العالي. هذا هو يعني الفلسفه اللي موجوده في برنامج فرصتي اني تعاود تهيكل من ناحيه المؤسسه وخدمات المؤسسه واحنا اليوم المواطنين هذاك هو سيسكي دوموند. ومن ناحيه اخرى تعاود كيف الغوديفيني اليوم العمليه بتاع بحث
على على شغل، ومش انه انسان يكون هو باسيف يستنى حتى مكتب التشغيل يكلمه يقول له سي بون لقينا لك خدمه تفضل. بر الامان. ما خيرتيني صفنت انا فيكي تغيرتي ليه بشوارعك دفنتيني مدام صوتي صار صدف مجاريا ما صرحتي ليه خبي نامي في مكانك بيقولوا منك اللي غيره ضلي انت العنوان لانه في بعضك ملاش جيران احنا الحكاية الجداد احنا الهدايا الجداد احنا الحكاية اللي مش كل شي بيرضيك بيرضينا انتي تغيرتي ليه ضل شوقي انا شلال حواريكي يو 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 طلي برا شبابك ربي قولي لي احنا كي إنا ما ضلش شي اللي ينهان عودي ولاقينا لأنه الطريق توهان احنا الحكاية الجداد احنا الهدايا الجداد احنا الحكاية اللي مش كل شي بيرضيك بيرضينا انتي تغيرتي ليه ضل شوقي انا شلال بيجري في حواريكي احنا الحكاية الجداد احنا الهدايا الجداد. بر الامان. كنتوا تسمعوا في اغنية تغيرتي للفنان الفرعي. تنجموا تعودوا تسمعوا الحصة هذه كاملة على تلقاوها على الباج فيسبوك متاعنا بر الامان بالعربية وبالفرنسية وإلا على اليوتيوب. طبعا خليكم من جديد مع السيدة لونيسي في الجزء الأخير هذا. استندنا للشهادات متاعكم انتم مواطنين، الشهادات اللي عرضناها على السيدة لونيسي وشفنا ردة الفعل متاعها مع تجارب في الواقع، في التجارب الملموسة كسوسوا من مقالات من عند الزملاء صحفيين في موقع نوات وإلا من تجربتنا احنا ومن أرشيف برنامج بر الأمان.
نرجعوا للحوار متاعنا في جزء الأخير. بر الأمان. ممكن طلعت عليه المقال في نوات وين يحكي على التوانسة اللي خرجوا ومشوا جربوا تجاربهم البرة. حمزة شعيبي مثلا من سيدي بوزيد حاول باللي نجم اللي قابلناها احنا عمناه ولو حاول باللي نجم باش يلنسي دي درون اللي نجموا يكونوا عندهم بولي سيرفيس، يعني نجموا سواء يسقي ولا ياخذوا تصور ولا حاجات اخرين من سيدي بوزيد، والمعاناة اللي لقاها من ليزات بتاع سيدي بوزيد ولا من الديوانة بتاع سيدي بوزيد اتسيتيرا، كانت لازلته باش اليوم يمشي لماليزيا. نذكر أسامة جلوز اللي كتب لنا على الباج اللي هو كان عنده مشروع يعني في نطاق آخر أنه يعمل ان سيركوي دو فواتور في تونس. يتسائل اسكو الأشخاص اللي قاعدة تحط في البرامج هذه هل هي بعثت قبل شركات، ومناش نحكيو على لو باتريمون إيريديتير على خاطر موجودين يعني في العباد اللي يرثوا شركات واللي وحتى في الحكومة اليوم أشخاص اللي يشجعوا في المبادرة الخاصة ولا في التشغيل واعين بالمشاكل وبالزوبستاكل اللي تحطهم من طرف الإدارة نوتامون. هذا هو الواقع اللي قاعدين نتعاملوا معاه من يعني من اللي بدينا في الافنتور هذية، وهذا هو الواقع اللي قاعدين نسمعوا به. واليوم البرامج الكل اللي قاعدين نخدموا عليها وكذلك الأهداف اللي حطيناها للعمل متاعنا والاستراتيجية اللي وضعناها احنا باش تهيكل العمل متاعنا كلها منطلقة من الوعي يعني الواقع هذي، ومنطلقة كلها من التفاعلات اللي كانت عنا احنا مع المجتمع المدني مع يعني القطاع الخاص مع باحث المشاريع. احنا الخدمة اللي قاعدين نقدموا فيها الكل ما بدينا يعني نصوا عليها كان بعد ما زرنا تقريبا 19 جهة وقابلنا مئات باعثين مشاريع اللي موجودين اليوم في الإيكوسيستم أنتربرونيال، اللي موجودين في الكووركينج سبيس، اللي موجودين في يعني فضاءات العمل المشترك وفي كذلك يعني الجامعات، اللي موجودين في الإنكوباتور اللي كسوا في الجهات أو في البانليونور في تونس. دونك احنا حاولنا أنه اليوم بالحق نشملوا الناس كل ونحاولوا كذلك أنه نتعاطيوا مع المشاكل هذه اللي نصوا عليها الناس الكل واللي احنا نعترفوا بها واللي احنا كذلك وشنية جاوبهم واحنا هذا هو الخدمة اللي قاعدين نقدموا يعني نقدموا فيها احنا اليوم. هذا هو الجواب انه كي نقولوا احنا باش نسهلوا في الاجراءات الاداريه، انه باش يكون فما شفافيه، انه باش يكون فما نفاذ للتمويل اسهل، انه باش يكون فما مرافقه، انه باش يكون فما كذلك يعني اليوم عمل على مستوى التصدير، عمل على مستوى كذلك يعني فافوريزي وجود نتاع لي ستارت اب نتاعنا على مستوى اقليم. كي نقولوا احنا اليوم رانا قاعدين نشرعوا، قاعدين نخدموا على ستارت اب تاعك، قاعدين نحطوا يعني نوضعوا ان فاست تراك. اما جوستمون هذا الوضع اللي هما كي الكريتيك سامحني سيد الرونيسي باسكو هما الهدف نتاعهم تخش عليه ثم اون زون تامبون ما بين العباد اللي قاعده تشرع وتقرر وما بين العباد اللي قاعده تعيش في القرارات والتشريعات هذيك. هذه انا شو بونس محمد رؤيه يعني سي با سا لا فيريتي. لا فيريتي سي كو دو ماتان او سوار احنا قاعدين نتحطوا مع الناس وابوابنا مفتوحه. هذه ماهوش كلامي اونكور اون فوا، هذه نقول لك في كلام والبرامج اللي قاعدين يعني احنا نوضعوا فيها هي تحاول تجاوب الانتظارات نتاع الناس اللي هي معنيه بالشيء هذايا. دونك هذا هو احنا واعيين به وقاعدين نتفاعلوا معاه، وانه نقولوا احنا انه نعملوا حملات تحسيسيه، انه نخرجوا للناس، انه نتحدثوا مع الناس، انه نشرعوا زادا كيف انه يكون فما نعاود ونقول يكون فما اليوم يعني ان بروسيسوس كامل ما بين التكوين التمويل والمرافقه، انه يكون فما تسهيلات اداريه، انه الناس معاش يعني تكون هي اونيكمون تعاني من البيروقراطيه، يعني تكون هي اونيكمون اداريين قدامهم اللي هما عندهم القرار، خاطر القرار هذا ماهوش قرار نتاع ناس اداريين، هو قرار نتاع توجه اقتصادي، نتاع توجه استراتيجي، نتاع دوله كامله، ايكو يكون فما زادا توافق ما بين الناس اللي هي عندها ساق في القطاع الخاص، ما بين الناس اللي يعني تخدم اون باك اوفيس واللي هي قاعده اليوم تعطي في لي زوتوريزاسيون في وسط الاداره التونسيه، وكذلك انه يكون فما اليوم يعني انا باكت حقيقي نتاع المجتمع المدني ليكوسيستيم انتربرونيال اللي اورغانيزي. احنا قاعدين نسمعوا في الناس هذوما، الناس هذوما يرافقوا فينا، والناس هذوما موجودين في الـ البرامج نتاعنا، على خاطر في الاخر الهدف انه احنا
on répond directement مش بطريقه يعني فلسفيه انه on répond de façon pratique انه فما اوراق تتنحى انه فما تمويل يتصب de façon plus rapide انه يكون فما مرافقه حقيقيه انه الناس اللي عندها مشاكل في الديوانه انه يكون فما يعني اجراءات اللي هي خاصه بالباحثين الشبان انه يكون فما زاد خدمات على مستوى وطني اليوم دي مارشي بوبليك يكونوا موجودين ومخصصين يعني للشباب اللي هما قاعدين يبعثوا في المشاريع نتاعهم باش يكون عندهم اون غارانتي يعني دو مارشي دو على الأقل مدة 3 سنين. إذا هما يعني التسهيلات إسكو ثم من التسهيلات المهمة يعني باغ إكزومبل أوراق باش تتنحى شنو هما الأوراق إذا كان ثم وثائق أقل للأشخاص اللي ديجا عملوا شركة لي كوبي لي ديكلاراسيون دكتيفيتي دو كرياسيون نتاع لابي إتسيتيرا اللي تهزهم وتمشي والجرت إتسيتيرا هذا كله مستوى تشريعي هذا كله قاعد يصير على مستوى تشريعي. كحكومة عندكم مشاريع تنجموا تبعثوها للتشريع واسكو فوزونيت اي هذا هو اللي قاعد يصير اليوم. احنا كي نقول انه فما مشروع قانون اليوم قاعدين نحضروا فيه احنا باش نسهلوا في الاجراءات هذوما دونك سي سكو اون اون تران دو فير. وفما لجان اللي هي قاعده تخدم وفما اعلان باش يصير الجمعه الجايه يعني على تقدم العمل على المشروع القانوني وقت باش يتصب تقريبا في المجلس سمح على او ديبي دو مو دو مي. اخر نقطه سيده لونيسي جوستومون جست باش نسمعوا متدخل معنا قال 30 ثانيه وماذا بينا ناخذ تعليقك عليها. بر الامان الفكره شنو هي؟ نحن اليوم تونس نجم نسميه والاقتصاد تونس نسميه ما يسمى دوله الرخص. اي باش تعمل اي حاجه لازمك رخصه، تاكسي لازمك رخصه، كل شيء لازمك رخصه، لازمك اوراق برا جيبو احنا قسم مضمون زيد شنو هو واحد كل معناها نحن دوله الرخص. وكان نحبوا يوليو عندنا انتيسيو ايكونوميك ديناميك وجمعيات وقطاع خاص وواحد كل ينشط لازم له دوله الفرص. دوله الفرص معناها كل واحد ينجم تجيه فرصه ينجم يشدها وكان عنده الكفاءه والنجاعه ينجح فيها. سيده لونيسي صحيح هذا هو الواقع نتاعنا. احنا نعانيو من البيروقراطية، نعاني وكنا مع بعضنا من منظومة تشريعية وقانونية اللي هي يعني كما يقول يعني أحد الزملاء احنا دولة عثمانية بالحق انه فما ثقافه اليوم انه لو كونترول ما يصيرش ابوستيريوري كي انا نستحق اني نحقق اسكو فما تجاوز اسكو فما فساد اسكو فما بالحق يعني امور ما هيش قانونيه. لا احنا اليوم الى حد الان طريقه التشريع نتاعنا وهذه مشكله نتاع اجيال زاده يعني باش نكونوا واعيين بها وواضحين على المساله. طريقه التشريع نتاعنا فكره مهمه اللي هي تقول اليوم انا عندي قطاع معين وما فهميش الثقة اللي هي ثقة مبدئية يعني احنا عدم الثقة هذه عدم الثقة اللي عندنا في القطاع الخاص لفات انه اليوم الى حد الان الادارة التونسية لازمها تطور الثقافة نتاعها في كيفاش تتعامل مع القطاع الخاص انه نكونوا احنا يعني في موقع متوازن ما بين لو كونترول وما بين لوتوريزاسيون. وصحيح انه اليوم الضحايا نتاع ذلك ما همش الناس يعني كما نقولوا احنا الكبارات في المجال الاقتصادي هما الضحايا نتاعهم الناس اللي اليوم قاعده تتعارك باش تدخل في السوق. الشباب اللي اليوم قاعد يتعارك باش يلقى بلاصتو في القطاع الخاص واحنا هذا هو الهدف نتاعنا في كتابه الدوله هذه كيفاش نخليو جيل جديد من الباعثين يلقى بالحق بلاصتو. واحنا ما نجموش اليوم نقولوا رانا باش نعالجوا مساله البطاله كان ما فماش قطاع خاص يعني احنا ما عادش المؤسسات العموميه كهو وحتى تنجم تعالج جوستومون جبنا ديما نغزروا مساله البطاله ما نغزروش مساله النمو الاقتصادي انه اذا كان نخليو العباد تفتق مواهبها مربوطين في بعضهم باش ينجموا يطلعوا من الاقتصاد من النمو الاقتصادي. شوف هما مربوطين في بعضهم يعني احنا اليوم كي نقولوا 1 بوين دو كرواسونس معناتها على الاقل 50000 شومور او موان دونك هذوما حاجتين اللي هما مربوطين ببعضهم. احنا صحيح دوله اجتماعيه الى حد الان والمساله هذه نقول احنا نعالجوا البطاله بخلق النمو والنمو هذايا للاسف ما نجمو يعني ما فماش حتى اليوم يعني فاعلين في المستوى الاقتصادي اللي نجمو يخلقوه على خاطر
يعني الطريقة اللي قاعدين نتمشوا بها أثبتت أنه فما دي ليميت. باركونتر الناس اللي هي تنجم بالحق اليوم تجيب الإضافة هم الناس اللي عندهم القدرة على الابتكار، اللي عندهم القدرة على الانوفاسيون. بار ديفينيسيون الجيل الجديد هذا اللي مرة أخرى نعود نقول قاعد يتعارك وقاعد يولي في خبير في الأمور البيروقراطية والاقتصادية، ومش قاعد يضيع في وقته اليوم يحوس ما بين إدارة ومحكمة وسين أساس، ومش قاعد يعني ينفستي الوقت هذايا في تنمية مشروعه. باش نكملوا سيدة رونيسي، أنت شباب اللي تحكي عليه وزن فيت بارتي، نجم نقاف سيفي متاعك وزن فيت، يعني احتفلت 30 سنة عندك شهرين 3 فيفري، جيل هذايا نديدك شنو تقول لهم بور فينير؟ والله انا الجيل هذا والجيل اللي بعدنا، على خاطر انا توا بالحق الناس اللي قاعده نشوف فيها كل يوم اللي قاعده تبعث في مشاريع، اللي قاعده يعني تقدم في اضافه للمجتمع، راهي عندها 20 سنه وعندها 18 سنه، دونك احنا تقريبا يعني الجيل اللي معايا والجيل اللي تحتي. هي الكلمه الاساسيه هي اليوم احنا يلزمنا نفكوا بلاصتنا في المجتمع هذا، يلزمنا نفكوا بلاصتنا في المؤسسات هذه، يلزمنا احنا الجيل هذا اللي هو جيل الثوره، اللي هو جيل يعني كان عنده قدره. تولدت في 87 اي يعني صحيح انه كبرنا في منظومه اللي هي كانت منظومه ديكتاتوريه، وانا ديما نحب نذكر بهذا على خاطر الانعكاس نتاع الديكتاتوريه راه قاعدين احنا نشوفه فيه على مستويات اللي ما ننتظروهش، اللي هو في علاقه الدوله مع المواطن، اللي هي في كذلك كيفاش اليوم الشاب التونسي يعني هو يشوف في روحه مع بقية المجتمع، كيفاش اليوم عنده هو ثقة في نفسه وإلا لا باش يبعث مشروع، عنده ثقة في نفسه هو باش يمشي يعني يدق الأبواب ويفتح الأبواب وبالحق يقدم. دونك يلزمنا احنا اليوم المنظومة اللي عايشين فيها تكون مناسبة مبادئ متاعنا، الأحلام متاعنا، وكيفاش احنا نشوفوا رواحنا، وكيفاش زادا نحبوا نشوفوا الجيل اللي جاي بعدنا، وكيفاش نحبوا نشوفوا صغارنا يعني. وعندنا أحلام كبيرة برشا ما لازمناش تخافوا منها. وباش يشاركونا الأحلام يسمعوا بر الأمان ويكون فيها برشا بوزيتيف نيوز، أخبار إيجابية وتجارب من غير ما ننكروا الواقع. سيدة رونيسي يعطيك صحة وعايشك استقبلتنا بحثيك، وإن شاء الله نتلقى في مناسبات أخرى إن شاء الله. بر الأمان. كانت هذه الحصة عدد 20 من موسمنا الثاني في برنامج بر الأمان. نحب نشكركم على المتابعة متاعكم، وإن شاء الله الحصة هذه فادتكم ووضحت بالنسبة وضحت لكم الرؤية بالنسبة للتماشي الحكومة والتماشي كتابة الدولة المبادرة الخاصة فيما يخص المهارات الذكية وفيما يخص ميدان التشغيل عموما. نذكركم اللي تنجموا تحاولوا تسمعوا الحصة هذه على الباج فيسبوك متاعنا، تمشيوا للونجلي فيديو وتلقاو التسجيل كامل، وكيف كيف تنجموا تتفاعلوا معنا على الباج فيسبوك. مرحبا بكل انتقاداتكم مرة أخرى. نذكركم بالموزع الصوتي 99-326-325. نتلقاو إن شاء الله نهار الأربعاء الجاي باش نسمعوا الجزء الثاني، وكيف ما قلت لكم في أول حصة الجزء الثاني هذايا باش يكون في بنزرت معتمدية سجنان في مدرسة العلي، وين باش نرافقوا بعض زوز جمعيات منهم جمعية إنكتو سي اش او سي، باش تكون هذه الفرصة لاكتشاف الطريقة للجمعية هذه وللطلاب هذوما كيفاش يكتسبوا هالمهارات اللي حكينا عليها في الحصة تاع اليوم. نشكركم على المتابعة ونقول لكم إن شاء الله نتلقاو نهار الأربعاء الجاي. كنت قاعد في الدار خلوي مع راسي، قليت من البالكون وتري بساسي، وشفت حمامة مدبلت الريام، خنا على الخد ونديري خارجة من المنام، حبات نجري وما بقى لي بال، ورميت الكلاكات وخرجت بلا شال، حبت للحومة وقتي مس الخير شفتك من فوقيا وحبيت نطير. أنا مسخر خلوي خطيها لمساسك، ضني النمير ودبري راسك، قالت لي سي سينيور، قالت لي بور فابور، قالت لي عالخلينا روكو بيرو اسميخو، قلت لها محيني أنا سبنيول في الحومة وداير حالة ماريا ماريا، وش جابك للحومة يا القورية ماريا ماريا، وإذا تحبينا طبت فيا ماريا ماريا، وش جابك للحومة يا القورية بينا
وبديت الفيسبوكي بالامازون وسكايب تما ناترينينغ وجدت كوارطي ودفعت الفيزا غير ادعي لي اه يا يما العزيزة عشيت طوندي ونستنى في اليامات حبيبي الكونسول عطينا شي اخبارات وجت البرية وانا داير لاسياس جري يا يما الفيزا جات ليلة ليلة جابك للحومة يا القورية ماريا ماريا وإذا تحبينا الفيزا رفزي ماريا جانولي ماريا ديكونيكتي وانا نبكي في الليل على صهري طلت لمي ما مش بيك وليدا اني ما ولاك دي ما يعيك انا نوري لك لي تصلح بيك كامريو ماري